عيال عايزه وش نظافه ولا ايه؟ وش نظافه ايه يا اختي؟ ده احنا احتمال نبيع العفش عشان ندفع الايجار، واحده 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 يجي لنا فلوس ونوط. يخرب بيت البخل ده انت كده. يا ريتني فلحت. بقول لكم ايه؟ انا هاخد الاوضه دي. لا انا اللي هاخد الاوضه اللي بالبلكونه. يا دي النيله، انتوا هتتخانقوا من اولها؟ انا اللي دافعه يبقى انا اختار اللي على مزاجي. اما انك بنت واطيه صحيح، هو انا بنت مش قايله لك هديكي فلوس اول ما يجيني فلوس؟ حق ربنا يا خوخه، تحى هي المفروض تاخد اكبر اوضه، هي اكتر واحده يا اختي هتقعد في الشقه، وهي اكتر واحده محتاجه لها. مقصودش يا توحه بهرق معاك. بهرق؟ حكيم انت يا بنت كل الكون فلاحين، لئيمه. البهرق قال، والهزار بيبين اللي جوه الواحده بقى. وبعدين انت اول ما الفلوس جريت في ايدك اتنمرتي على طول؟ قص عليكي، قص عليكي. طب عشان الكلمه دي انا اللي هدفع الشهر الاولاني لوحدي. والنبي ما انت راجعه في كلامك، انا اصلا بتلكك عشان ما ادفعش، معيش. طب والله ما هي راجعه. مقبوله يا اختي. المهم دلوقتي ركزوا يا بنات، مش عايزين حد يعرف حاجه خالص عن الشقه دي. وانا مين يعني هيعرف عني حاجه يا حسره؟ انا مش هينفع اقول لخالتي؟ يا دي النيله، يا بنت افتكرتك خلاص اتنصحتي. هتقولي ازاي لخالتك ان انت عندك شقه؟ هتقولي جبتي الفلوس منين؟ هتردي تقولي ايه يا اختي؟ واذا كان على البيت كل شويه بقى تبي تدبري لها حجه. يا هوانم جبت العقد معايا. الراجل ده يلا عشان انت العقد. يا لهوي عليا هاني بيه. اركبي. لا يا اخويا ما يصحش، سمعتي. وايه اللي سمعتك يا بنت وانا بحب فيكي؟ اركبي. حمش والله حمش. وعلى فكره الست من هنا يا اخويا ساعات كده بتحب يكسر لها ضلع احلى. طب اركبي بقى بدل ما دغدغك على بعضك. يلا. هتدغدغني؟ اه. هيك. يفك ورق كل المعلبات اللي عنده. ايوه يا باشا، دخل اوضته وانا رحت اتصنت عليه، بس لقيته بيفك كل الورق، فقعدت بقى مركزه معاه من ساعتها. شاطره والله العظيم، كويس انك مصحصحه الحاجات الصغيره دي. بس انت متاكده انه ما بيعملش حاجه تاني؟ لا ابدا، ولو في حاجه كنت قلتها لك على طول يا باشا، هخبي عليك يعني؟ شاطره شاطره جزء. انا عايزك تفضلي مصحصحه كده على طول، واوعي اوعي يشك فيكي تماما. بس انا عايزك المره دي تعملي لي حاجه تانية. عينيا يا باشا، وحياتك هجيلك وقت ما تحتاجني على طول. حط رجليك في ميه وملح، انا عارفه من الوقفه بتتعبك طبعا. اتزبت يا بت اتزبتي. حاضر. عايزك تجيبي لي حاجه من المعلبات اللي بيفك ورقها، بس اوعي ياخد باله ولا يحس بحاجه زي كده، تمام؟ وتاخدي وقتك على الاخر عشان ما يشكش فينا. حاضر. فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا باشا. ماشي، هتاخدي العلبة دي هتحطيها في كيس اسود وتديها لنوح، هو هيجيبها لي، اوعي تيجي انت. حاضر يا باشا. مطلوب. امسكي خدي دوري. تسلم يا باشا، خيرك سابق. انت ايه اللي بيوديكي عند وليم الجواهرك؟ ايه؟ لاحظت ان انت بتروحي له اكتر من مرة في فترة قصيرة. انت كده كل حاجة تعرفها يا باشا؟ انجازي. يعني عندي واحدة صاحبتي كانت محصورة في قرشين، فاستعصبتني يعني في حتتين صيغة كده وعملة. بلاش وليم. وليم سمعته مش حلوة ولاين عليه كتير. غيريه. بس يا باشا ما بيعش خالص صيغة ولا أعمل كده تاني. مش للدرجة دي لأ. ما تلاقيش، أنت عارفة إن أنا في ظهرك. بس بقول لك كده عشان بخاف عليكي. صحيح يا باشا بتخاف عليا؟
مالك يا بنت في ايه؟ ولا حاجه ولا حاجه يا باشا. تأمري بحاجه؟ لا امشي يعني؟ اه. طب باشا معلش يعني، اصل انا كده كنت عايزه اكلمك في موضوع مقلقني يعني. ارغي. انا ملاحظه كده يا سعاده الباشا ان حضرتك يعني بتقابلني كده في اماكن مقطوعه، وبصراحه الكلام زاد عليا وانا خايف على سمعتي. نعم يا اختي نعم. خايفه على سمعتي. يلا بنت من هنا يلا. السلام عليكم يا باشا. تأمرني بحاجه يا باشا؟ يلا يا بنت امشي اخلصي يا باشا. الله ما تزقش. والنبي دمك خفيف يا مضروب. شفتي يا بنت؟ ايه ده مالك يا بنت؟ في ايه؟ اسكتي يا خالتي. شفتيش اللي حصل لام مدام دريه؟ ايه يا اختي ايه اللي حصل لها؟ وقعت من على السلم كسرت رجليها. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دي ست كبيرة والكسرة بتبقى صعبة على الناس الكبار دول. هو النبي صعبان عليا قوي، والدكتور قال لها ما تتحركش من السرير. فيعني مدام دورية قالت لي لو أقدر أبات معاهم كام يوم كده لو احتاجت حاجة يعني. ومال ست كبيرة ولازم نقف جنبها ونساعدها، بس غير حاجة كده؟ لا هتديني فلوس، بس ما اتفقناش على حاجة يعني. وبعدين يعني أنا مش لازم أبات كل يوم لما تحتاجني بس. ومال انا الصراحه الناس دول محترمين وما خافش عليكي منهم ابدا. روحي روحي. والنبي عسل. خوخة خوخة تعالي. امور يا ست دري. يلا تعالي معايا عشان نروح نودي الاكل. طب ما تخليكي انت يا مدام وانا اودي الاكل للبيت. لا انا اصلي مخنوقه عايزه اتمشى شويه. ليه كف الله الشر مخنوقه ليه؟ مخنوقه وخلاص. هي الواحده منينا كده بتبقى مخنوقه كده من غير سبب ساعات. كفايه رغي بقى. يلا هاتي الاكل وطلي. يا كريم كريم احنا نازلين. ذاكر بقى وما تلعبش. حاضر يا ماما. يلا. يوه شكلي نسيت محفظتي فوق. بقول لك ايه، روحي على العربيه وانا هحصلك. يلا روحي يا بنتي يلا. نهار اسود. بتسرق امك يا كريم؟ ها قولي ليه؟ احنا مقصرين معاك في ايه؟ بتطلب ايه ما بنجيبهولكش؟ انت رد رد عليا. كنت بتودي الحاجات دي فين؟ بتودي اللي بتسرقه ده فين؟ ما تخلينيش اعلي صوتي اكتر من كده احسن. وديني وديني ابعت اقولي لابوك، ولو جه هنا هيموتك. رد عليا احسن لك. قولي ليك فلوس لحد؟ ها؟ حد بيهددك؟ بتشرب سجاير؟ لا. امال ايه؟ كنت بتودي الدهب ده فين؟ كنت انت كنت بديه لخوخه. خوخه؟